عبد الراضي، حضرتك كان ليك تجربه قويه طبعا في الانتخابات المره اللي فاتت وجبت اصوات عاليه، يعني كلمنا عنها. ناوي تترشح المرة دي وإيه أبرز الملامح بتاعت البرنامج الانتخابي؟ يمكن المرة اللي فاتت كنا قريبين وكانت منافسة شريفة، والحمد لله فضلنا على وفاق مع كل زمايلنا قبل وبعد وأثناء، يعني ما خسرناش حد، ما زعلناش حد، ما زعلناش من حد. التجربة كانت كويسة جدا، وأنت كنت شاهد على ده ميسون. أنا من خلال ترشحي المرة دي بإذن الله بكمل اللي حصل المرة اللي فاتت، بكمل سعي وراء بحث عن مهنية كبيرة، أو أنا وزمايلي من الأعضاء أو أعضاء الجمعية العمومية كلنا مع بعض نكمل من أجل المهنة بتاعتنا، من أجل إعادة الحياة والروح لمهنتنا ولنقابتنا. نقابتنا هذه النقابة العريقة، النقابة اللي بتضم كل الأصوات وكل الأطياف وكل الرؤى وكل الأطروحات دايما وأبدا، هي منارة. فإحنا في هذا الطريق ماشيين ومكملين. أنا بكمل دوري المهني والنقابي والخدمي، ده يمكن الشعار اللي أنا ماشي عليه في ثلاث محاور، وده اللي هبدأ بيه إن شاء الله حملة الترشح الجديد. إن شاء الله تتبنى ملف معين أو عندك مشروع مثلاً لما تتبنى إن شاء الله تفوزك يعني؟ يمكن في الآخر ثلاث أربع سنين فكرة التطور التكنولوجي في المهنة هو اللي أصبح طاغي بشكل كبير جداً. كان قبل كده جزء منه موجود، ولكن الآن أصبح التطور التكنولوجي هو الأساس في صياغة وتشكيل المشهد الصحفي والإعلامي. وعلى هذا الأساس أصبح الصحفي يعني كرول وحده، واخد بالك؟ الصحفي ينزل ويصور ويمنتج ويخرج ويكتب، بقى هو متعدد المواهب. فلازم زمايلنا الصحفيين يعدوا بشكل كويس لهذه النقلة وهذا التطور اللي احنا كلنا رايح له وكلنا بنسعى له، لان اي زميل هيتعثر في هذا الركب اكيد هيخسر كتير جدا 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 في السنين اللي جايه. فملف التدريب والتدريب التكنولوجي وادخال بعض العناصر اللي العالم كله دخلها احنا لسه على مشارفها، ده هيكون هدفنا ان شاء الله. والله انا بقول لكل زمايلي في اعضاء الجمعية العمومية، احنا كلنا زملاء بتجمعنا مهنة واحدة تحت مظلة واحدة، هي مظلة نقابة صحفيين ومظلة هذه المهنة السامية. انا بقول لكل زميل لك مطلق الحرية في اختيار من تراه الاصوب والافضل، واللي تقدر تلاقيه طول الوقت، اللي يقدر يكون إضافة للمهنة وإضافة لهذا المجلس، سواء تحت السن أو فوق السن، كلنا زملاء وأصدقاء. إن جماعتنا منافسة أو جماعنا رغبة في الوصول إلى مقعد في المجلس، ده مش هيمنع أصلاً الوفاق الموجود والمواد الموجودة والحب الموجود والزمالة اللي موجودة، لن يضيرها شيء. أنا بدعو كل زمايلي سواء المرشحين أو الزملاء أعضاء الجمعية العمومية أن ده يكون شعارهم، مهما كان في اختلاف على فكرة أن أنا عايز أنجح أو غيري عايز ينجح، وهذا حق مشروع ومطلوب للكل، أنه هذا الخلاف يكون في إطار الرأي والتفاعل بالرأي والرأي الآخر.